بحث وزير الزراعة خالد الحنيفات مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري محمد عبد الحفيظ هني سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي. جاء ذلك على هامش زيارة الحنيفات على رأس وفد من المستثمرين الأردنيين من القطاعات كافة إلى الجزائر بدعوة من الوزير الجزائري. أرحب مباشرة من الجزائر بمعالي وزير الزراعة خالد الحنيفات، أهلا ومرحبا بك معنا معاليك، وسأبدأ معك بأبرز المحاور التي يمكن الحديث عنها عن التعاون الزراعي ما بين الأردن والجزائر بناء على تعاونات سابقة، هل كانت موجودة ويمكن البناء عليها؟ شكرا سيدي. حقيقة استكمالا للقاء سيدنا بفخامة الرئيس الجزائري مطلع هذا العام واللجان الوزارية المشتركة، كان هناك اتفاق على التعاون في مجال الأمن الغذائي والاستفادة من مقدرات كل بلد بما ينعكس على مصلحة الشعبين. لذلك الحمد لله نحن وفد أردني من القطاع الخاص طبعا برئاستي كوزير للزراعة للاستثمار في قطاع الزراعة في عدة مواضيع، منها زراعة القمح والشعير، الأعلاف، البذور، المبيدات، الأدوية البيطرية، المواشي. فهذا وفد حقيقة من مستثمرين أردنيين لدراسة آفاق الاستثمار في الجزائر ومحاولة إيجاد مشاريع مشتركة مع الجانب الجزائري سواء من القطاع الخاص أو الحكومة الجزائرية لتنعكس على زيادة نسبة الأمن الغذائي سواء في الأردن أو في الجزائر. علاوه على أن الاجتماعات تطرقت إلى تسهيل زيادة التبادل، تسهيل انسياب السلع بين البلدين عبر زيادة التبادل التجاري من خلال إزالة العوائق المرتبطة بتسجيل المواد، سواء كان الأردن يستفيد من إدخال العديد من المواد التي هي تعتبر أهم مدخلات الإنتاج الزراعي كالأدوية البيطرية والمبيدات والبذور، ولنا حصة لا بأس بها في السوق الجزائري. إن شاء الله من خلال هذه اللقاءات نعمل على زيادة مساهمتنا أو حصتنا بالسوق الجزائري، إضافة إلى الاستفادة من المنتج الجزائري كالأسماك أو بعض المنتجات التي يمكن أن تسوق في الأردن. نظرة الوفد الخاص المرافق لكم فيما يتعلق بإمكانية فعليا الاستثمار في الجزائر وحتى جذب المستثمرين الجزائريين إلى المملكة تحديدا فيما يتعلق بقطاع الزراعة، هل نتحدث عن فرص استثمارية زراعية فعليا يتم طرحها حاليا؟ سيدي، سوق الجزائر اولا سوق كبير، يعني يزيد عن 40 مليون دينار، 40 مليون سكان الجزائر، هناك كميات كبيره من المياه في المناطق المختلفه، يعني بعض الاحواض لديهم 50 مليار متر مكعب من المياه. ممكن احنا نوظف خبراتنا في زراعه الاعلاف، ايضا القمح، اضافه الى أننا أصلا نصدر للجزائر مختلف أصناف البذور، وبالتالي هناك آفاق حقيقة للمستثمرين وفرص حقيقية. إن شاء الله احنا في يعني تكمل خلال اليوم وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله دراسة هذه الآفاق، دراسة الإجراءات بما يسهل إدخال وإخراج الآليات والمواد والعملات الصعبة أيضا، بحيث يكون هناك تسهيل لأعمال المستثمرين. قد يكون هناك إن شاء الله اتفاق حكومي دعما للمستثمرين لتذليل كل الصعوبات أمامهم خدمة للشعب الجزائري والشعب الأردني. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من الجزائر معالي وزير الزراعة خالد الحنيفات، كنت معنا، شكرا لك.